السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا في جدول مبارياتنا اليوم الخميس 43 مباراة من تصفيات كأس العالم من أوروبا وأفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية، ومباريات تانية ودية للمنتخبات وكأس العراق والدوري المصري الدرجة التانية. وشاركنا في التعليقات توقعك لمباراتك المفضلة وانتظر مننا كل جديد. ادعمنا بلايك لنستمر عشان مجهودنا ما يضيعش ويوصل لغيرك. لو حابب تشوف قناتنا على اليوتيوب اللينك في أول تعليق على فيسبوك. ادعمنا واشترك في القناة عشان ده هيسعدنا جدا. شكرا ليكم. البداية من تصفيات أوروبا لكأس العالم، روسيا وقبرص 7 مساء، جورجيا والسويد 7 مساء، أرمينيا وشمال مقدونيا 7 مساء، أذربيجان ولوكسمبورغ 7 مساء، سلوفاكيا وسلوفينيا 10:45 مساء، مالطا وكرواتيا 10:45 مساء، اليونان وأسبانيا 10:45 مساء، أيرلندا والبرتغال 10:45 مساء، ألمانيا وليخنشتاين 10:45 مساء، رومانيا وأيسلندا 10:45 مساء. في التصفيات المؤهلة لكأس العالم من أفريقيا، أثيوبيا وغانا 3 عصرا، تنزانيا والكونغو الديمقراطية 3 عصرا، أوغندا وكينيا 3 عصرا، بنين ومدغشقر 6 مساء، جمهورية الكونغو وناميبيا 6 مساء، رواندا ومالي 6 مساء، جنوب أفريقيا وزيمبابوي 9 مساء، توجو والسنغال 9 مساء. وفي تصفيات كأس العالم لآسيا، أستراليا والسعودية 11:10 صباحا، كوريا الجنوبية والإمارات 1 ظهرا، فيتنام واليابان 2 ظهرا، لبنان وإيران 2 ظهرا، الصين وعمان 5 مساء، العراق وسوريا 7 مساء. في المباريات الودية للمنتخبات، نيكاراغوا وكوبا 3 عصرا، بنغلاديش وجزر المالديف 12:30 ظهرا، قرجكستان وسنغافورة 14 عصرا، سريلانكا وسيشيل 5:30 مساء، صربيا وقطر 6 مساء، جمهورية التشيك والكويت 7:30 مساء، أوكرانيا وبلغاريا 7:30 مساء. في المباريات الودية للمنتخبات تحت 20 سنة، أمريكا والبرازيل 1 صباحا، المكسيك وكولومبيا 3:30 صباحا، رومانيا وبولندا 6 مساء. من أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم، الإكوادور وفنزويلا 11 مساء. في كأس العراق دور 32، القاسم والبشمركة السليماني 1:30 ظهرا، كهرباء والديجال 1:30 ظهرا، كربلاء والنجف 1:30 ظهرا، الزوراء والصناعات الكهربائية 1:30 ظهرا. من الدوري المصري للدرجة الثانية، ديكرانس وبايونيرز 2:30 عصرا، الأسكندرية سبورتينج وأبو قير الأسمدة 2:30 عصرا، حرس الحدود والمنصورة 2:30 عصرا، الرجاء والأولمبي 2:30 عصرا. بس كده، دي كل المباريات اللي كانت معنا النهاردة اليوم الخميس. نتمنى تكون الفقرة خفيفة على قلبكم. نتمنى لكم تدعمونا بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. شكرا لكم جدا على الدعم.